هل رحيل رونالدو عن ريال مدريد أثر على شكل الكلاسيكو؟ أكيد طبعا، لأن كريستيانو رونالدو من الناس اللي هي عملت الكورة، هو عمل تاريخ في الكورة، فأكيد طبعا بيفرق مع أي فرقة هو فيها ولا مش فيها. بالفعل أثر عليه، يعني كان موجود قبل ما يمشي من ريال مدريد، يعني الكلاسيكو بقى ليه طعم تاني. يعني طبعا أثر على مستواهم وأدائهم، بدليل ان الفرقه بقى لها كام سنه ما فيش دوري من ساعه ما مشي رونالدو، حتى بطوله اوروبا مستواهم بقى ضعيف فيها شويه. طبعا لغى الكلاسيكو خالص، وما بقتش موقع هامه بالنسبه للمتفرجين على مستوى العالم، لان خلاص اصبحت ما فيهاش روح بالنسبه للمباراه. يعني بعد ما مشي من ريال مدريد، ريال مدريد وقع تقريبا، ما بقاش في اي ما بقاش حد بيتفرج على الدوري الاسباني زي زمان. نسبه كبيره طبعا رونالدو له قيمه كبيره قوي، ويعتبر كان هو ابرز واحد في ريال مدريد في الفتره اللي فاتت قصاد ميسي. يعني تقريبا الناس كانت بتتفرج على ميسي عشان كريستيانو، والعكس صحيح. طبعا رونالدو كامكانيات فرديه لعيب كبير قوي، وحاجه يعني ما تتكررش كتير، لكن ريال مدريد فرقه مش محظوظه الحقيقه، لان المفروض امبارح كانت تكسب. قبل زيدان كان رحيل كريستيانو رونالدو كان مؤثر جدا، بس دلوقتي زيدان مش بيلعب على لاعب واحد، بيلعب على مجموعه، لان حتى امبارح الكلاسيكو لما كان شغال فريق ريال مدريد كان كويس جدا. اكيد اثر جامد. اول ماتش تعادل تقريبا من 27 سنه، وريال مدريد طبعا مستواه في النازل مش زي ما كان.